خلينا بقى نروح من اخبار النادي الاهلي لجريده الجمهوريه مع مراسلتنا هناك مريم سميح، نتابع اهم الاخبار الرياضيه سواء محليا او عالميا، وهي هيكون معاها الاستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي في الجمهوريه. مريم صباح الخير عليكي في البدايه. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، وصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بص يا مريم، انا عايزه اروح معاكي تحديدا للخبر الاولاني الخاص في الجمهوريه، لان في رساله تحدث بشانها موسيماني وكانت موجهه ليه تحديدا جماهير الاهلي، وفيها العديد من النقاط اللي ممكن برضو نتوقف عندها، فخلينا نبدا معاكي بدي، اتفضلي. تمام، طبعا من داخل جريدة الجمهورية جولة صحفية جديدة يعني فيها عدة أخبار، والبداية فعلا زي ما أنت قلت يا نهواند متعلقة طبعا بموسيماني، ولكن قبل العناوين خلينا نفكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم في الدوري المصري. وادي دجلة وطلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساء، كمان الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة 9 مساء، غزل المحلة وأسوان كمان في تمام الساعة 9 مساء. العناوين اللي هتكون معانا النهاردة: موسيماني يوجه رسالة خاصة عبر الجمهورية، شكرا جمهور الأهلي، أطالب الجميع بالصبر وسنحقق السوبر الإفريقي. كمان من جريدة الجمهورية: 25 هدفا للفراعنة، كشف حساب البريمير ليج. ومن جريدة الشرق الأوسط: كأس السوبر الإيطالية في السعودية، مطلع 2022. وأخيرا هيكون معانا النهاردة من موقع يلا كورة أبرز نتائج دور ال 16 من الجولة الثالثة لبطولة الجونة الدولية للسكواش. طبعا هيكون معانا لمناقشة كل هذه العناوين الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الصحفي بجريدة الجمهورية. بصبح عليك طبعا يا أستاذ حسام، ومنورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع محبي قناة الأهلي. طبعا احنا بنتمنى ان شاء الله يعني ان الاهلي يكمل مسيره النجاح ان شاء الله، وباذن الله يتوج بكل البطولات القادمه ان شاء الله. طبعا موسيماني رساله مهمه جدا، يمكن موسيماني دايما بيبقى حريص على التواصل مع جمهور النادي الاهلي، يعني سواء في جميع المباريات وبعد جميع المباريات. كمان هو اتكلم شايف ان الجمهور هو داعم كبير جدا ليه، وعدهم طبعا بتحقيق او باستعاده البطوله الغائبه عن خزائن النادي الاهلي منذ عام 2014 وهي السوبر الافريقي. شايف انه الجمهور داعم كبير جدا وبيبقى سبب رئيسي كمان في ان هم يعني يتخطوا المباريات الكبيره والصعبه. طبعا طول عمرنا او محب الكرة القدم في جميع انحاء العالم بيعتبروا ان الجمهور هو اللاعب رقم 12، يعني هو اللي بيحفز اللاعبين، هو اللي بيرفع من روحهم المعنويه، هو اللي بيساند. حتى لو لقينا الجمهور ما كانش راضي عن الفريق او لاعب معين وابتدى ان هو يهاجمه، شيء طبيعي ان هو مستواه الفني حتى لو كان كويس تعبان كان هيأثر فيه، حتى لو هو كان كويس هيأثر طبعا في هتافات الجمهور وتشجيعهم، وده اللي ادى دفعه معنويه كبيره جدا لموسيماني، خاصه بعد جمهور سان داونز ما هاجمه. شيء طبيعي ان هو كان اللي بنى الفريق سان داونز، وكان المدرب زي ما قلنا قبل كده المدرب هو كان مساعد ليه، وكانوا هل متخيلين ان كرة القدم ان هو هيساعد، ولكن طبعا دي عملية احترافية معروف ان طبعا شيء طبيعي ان ممكن المدرب او المدير الفني ينتقل الى فريق اخر والعكس، سواء كان لاعبين وغيره من طاقم الجهاز الفني. ده ادى دفعة معنوية كبيرة جدا لموسيماني يكمل طبعا في البطولة اللي الاهلي داخل في قطر فيها بيعد دلوقتي، النهارده هيخوض تاني مران لي بقوة. ادى لهم دفعة معنوية كبيرة جدا، وان شاء الله باذن الدفعة المعنوية تؤثر ان هو يفوز، خاصة ان كابتن محمود الخطيب طبعا بيؤازر الفريق، وكتير من المشاهير او لاعبي النادي الاهلي بيساندوا الفريق بكل قوه، وان شاء الله نتمنى له الفوز لانه اقرب ليه، خاصه بقى طبعا ان شاء الله نشوف باذن الله علي معلول بعد عوده حمدي فتحي وغيرهم، وجونور اجاي طبعا هو ظهر بشكل متميز في الفترات اللي شارك فيها، خاصه هو ما زال في الاعداد البدني، مش اصابات او لا اعداد بدني، ان هو عوده القوة أو قوة اللياقة البدنية الكاملة للاعب، هو بقى طبعا متميز. فكل ده إن شاء الله بإذن الله بيدفع للأهلي إن هو يفوز بالمباراة القادمة إن شاء الله. يمكن جريدة الجمهورية أيضا ركزت على ملف هام جدا، هو كشف حساب الفراعنة في البريمير ليج، سواء محمد صلاح وطبعا تريزيجيه والنني، 22 هدف لمحمد صلاح، هدفين لتريزيجيه وهدف لمحمد النني في أرسنال. كمان ركزت الجريدة على أن مصر هي رقم 10 في ترتيب قائمة الدول الأكثر إحرازا للأهداف في البريمير ليج خلال الموسم. المكانة الكبيرة اللي بيحجزها الفراعنة في هذه المسابقة طبعا البريمير ليج، حضرتك شايفها إزاي؟
طبعا ده شيء طبيعي لتاريخ مصر الكبير، ان احنا من يعني من تاريخ طويل جدا، من الاربعينات او الثلاثينات كانت مصر بتشارك في كؤوس العالم السابقه. بيحصل لكل حصان كبوه، ولكن طبعا تاريخ مصر الكبير وعراقتها، وكانت بتضم كتير من الاجيال اللي هم قدروا ان هم يعني يرفعوا راس مصر، وان هم يخوضوا معترك البطولات العالميه. وده طبعا اختتم بان بقى لنا اكتر من لاعب محترف لثقل دولي زي محمد صلاح، النني، تريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المحترفين اللي هم قدروا كلهم تاثير قوي جدا في المحافل الدوليه. زي محمد صلاح، شوفي احنا احسن لاعب واحسن هداف والدنيا كلها بتشير اليه للبنان. نفس القصه مع تريزيجيه في استون فيلا، برضو عفوا مع نني في ارسنال. طبعا احنا طبعا هو اللي هيبقى مزعلنا الارسنال، مش هيشارك في البطوله الاوروبيه اللي جايه. طبعا خد المركز الثامن، ودي بعد الاول مره تحدث 25 سنه، ولكن هي دي كره القدم وحلاوتها، ان احنا تملي ما بيبقاش فيه نمط واحد ماشي عليه في ما بين صعود وهبوط. احنا شفنا الريال مدريد بعد ما كان فين حقق الموسم اللي فات 10 بطولات، السنه دي خرج من نصف المسابقه. ولكن هي دي كره القدم، وده بيؤكد ان مصر ما زالت قادره على العطاء، ولديها من العصر اللاعبين ان هم هيسندوا او هيكملوا مسيره المنتخب ان شاء الله في المرحله اللي جايه، اللي احنا بنتمناها بقى ان شاء الله شكل منتخب مصر يتخطى دور ال 16 ودور الثمانيه في كاس العالم القادم. فبتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ومزيدا من التقدم باذن الله والفوز. بشكرك جدا استاذ حسام، شرفتنا ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا دي كانت جولتنا الصحفيه من داخل جريده الجمهوريه بصحبه الاستاذ حسام الغرباوي، الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. بشكركم جدا، العوده للاستوديو مره اخرى.